يعني خلينا كده نبدأ من قصة إنشاء هذا المتحف. ليه الدولة فكرت في إنشاء هذا المتحف وليه في هذا المكان بالذات؟ تمام. هو حضرتك لو نرجع بالذاكرة إلى الستينات بعد انتهاء إنقاذ آثار النوبة خلف السد العالي نتيجة تداعيات إنشاء السد، وبدأنا اليونسكو أطلق حملة دولية لإنشاء متحفين، متحف النوبة في أسوان، وده افتتح سنة 1997، والمتحف القومي للحضارة المصرية اللي كان موقعه مفروض في أرض جزيرة مكان الأوبرا الحالية. وطبعا نتيجة تأخير في تنفيذ المشروع الموقع اتاخد من المتحف القومي للحضارة المصرية وأنشئ دار الأوبرا، وبدأنا نفكر في مكان جديد. ربنا وفقنا في هنا منطقة فسطاط على اعتبار ان هي اولا مساحة اكبر من المكان المخصص سابقا. منطقة فسطاط بتعتبر من العواصم الاولى لمصر اللي هي الفسطاط والقطاع والعسكر، وكان مكان مناسب جدا بالإضافة إلى وقوعه على طرق كويسة جدا، بحيث أن الزائر ممكن بيزور القلعة، بيزور مجمع الأديان، بيزور الهرم، هيبقى منطقة تواصل مجتمع. المتحف دوت قصته أنه اتعملت مسابقة معمارية دولية فاز فيها مكتب مصري، مكتب الأستاذ الدكتور غزالي كسيبة، ومعاه مصمم أستاذ الدكتور غزالي كسيبة وده أستاذ العمارة في كلية فنون جميلة، ومعاه مصمم عرض متحفي دولي مكتب أراتا إيزوزاكي اللي هو المصمم العالمي الياباني. ياباني. يعني بالاشتراك مع المكتب المصري. المصمم الأساسي أو الاستشاري العام هو المصمم المصري الأستاذ الدكتور غزالي كسيب. استشاري العرض المتحفي أو التخصصي اللي هو مكتب أراتا إيزوزاكي. بدأنا في الإنشاءات سنة 2004 في المتحف. المتحف على مسطح 33 فدان، طبعا مسطح كبير جدا، وبالإضافة إلى الموقع هنا كان موقع صعب التأسيس عليه. صعب بس لأن هو كان سوري في اللفظ، كان منطقة نفايات أو مقلب نفايات. فطبعا إحنا كنا مثلا بننزل 10-15 متر بنلاقي هواء كاوتش ويعني رديم حاجات ما تنفعش. فكنا لازم ننزل على المستوى الآمن اللي احنا نصمم عليه، بالإضافة وجود البحيرة بحيرة عين السيرة، ودي بحيرة مياه كبريتية، فلازم يبقى فيه احتياطات للتأسيس بنوعية معينة من الأسمنت وتفاصيل كتير فنية معقدة، بحيث ان احنا ننشئ مبنى آمن ما يتأثرش بأي عامل من عوامل دي.